بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. النهاردة معنا آخر استعدادات النادي الأهلي وانتقاله إلى سوسة، أيضا آخر نتائج وأخبار الدوري المصري وإطلالة عالمية على ما جاء في الكرة الأوروبية وأيضا الدوري الأوروبي. لكن في البداية في موضوع الصراحة لازم نتكلم فيه لأن الموضوع ابتدى يزداد. في هناك العديد من المتربصين بقناة النادي الأهلي، في بعض من الناس ليهم توجهات خاصة بتبتدي يعني تزج باسم قناة النادي الأهلي في العديد من الأقاويل اللي كلها ملهاش أي علاقة بالواقع. الصراحة احنا هنا في قناة النادي الأهلي احنا صوت جمهور النادي الأهلي، نبض جمهور النادي الأهلي، وأيضا الصورة اللي بتنقل ماذا يحدث داخل النادي الأهلي على كل الأصعدة، سواء في كرة القدم، سواء في الألعاب الأخرى، سواء رأي الجمعية العمومية، سواء ما يحدث داخل النادي، ما يحدث من مجلس الإدارة. هو ده دورنا الإعلامي في قناة النادي الأهلي، بنبرز كل شيء، بنجيب تاريخ وذكريات النادي الأهلي، بنجيب تاريخ طويل 110 سنة من الإنجازات، نادي كبير، نادي عريق، نادي قرد، وبنبرز لحضراتكم لماذا أطلق على النادي الأهلي وكيف استطاع الحصول على هذا اللقب. أيضا بنرد للنادي الأهلي في العديد من الأمور وفي العديد من القضايا، وهو ده منظومة قناة النادي الأهلي. ولكن في البعض يبتدي يروج ان قناة النادي الأهلي ودول من المتربصين، بصراحة المتربصين دول معروفين هم مين، واحنا هنا في قناة النادي الأهلي عندنا ملفات معينة لهؤلاء المتربصين، ولكن هتطلع في وقتها. النادي الأهلي الآن في مرحلة صعبة، في منعنق صعب جدا جدا من الناحية التنافسية. النادي الأهلي عنده لقاء نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأكبر على المستوى الإقليمي في إقليم وقارة أفريقيا، البطولة الأفضل لكل عشاق ومحبي النادي الأهلي، بيحبوا بطولة دوري أبطال أفريقيا زي ما بيحبوا بطولة الدوري العام، زي ما بيحبوا بطولة كأس مصر، زي ما بيحبوا كأس السوبر. بطولة دوري أبطال أفريقيا هي دائما مطلب جماهيري لمحبي النادي الأهلي. احنا بنركز مع النادي الأهلي، بنحط النادي الأهلي في البرواز الصح المناسب اللي يليق به، وبنبعد تماما عن اي انحيازات لاي اشخاص. احنا لا نرى الا لوجو وشعار النادي الاهلي، لا نرى الا كلمه الاهلي فوق الجميع، ما بنشوفش اي حاجه غير هذا الشعار. في بعض الناس بتقول كابتن محمود الخطيب ممنوع ان هو يتقال اسمه، وده كلام الصراحه يعني بعيد تماما تماما عن الواقع. يا جماعه انا بعمل برنامج اسمه ماتشات زمان، البرومو بتاعه كابتن محمود الخطيب، يعني اكتر من كده الكلام للاسف بيتقال في كل حاجه. بنتكلم على تاريخ النادي الاهلي وانجازاته داخل استاد الاهلي منذ عام 82 حتى بطوله 2012، وكلها بنجيب فيها كل رموز النادي الاهلي من ضمنها كابتن محمود الخطيب، كلام بعيد تماما عن الواقع. وبعدين للاسف مش اي حد هيكتب بوست هنبتدي نطلع نرد عليه. للأسف موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بقى في توجهات، والتوجهات دي بعيدة تماما عن الواقع. احنا هنا عندنا مبدأ، عندنا رسالة، احنا بنقدم لحضرتك كجمهور ومحب النادي الأهلي، بنقدم لك كل ما يخص النادي الأهلي بأعين النادي الأهلي نفسه، بننقل لحضرتك كل لحظة، كل همسة فيها فريق النادي الأهلي، بننقل لحضرتك كل نجوم النادي الأهلي عبر تاريخه تتحدث عن إنجازاتها، بننقل لحضرتك كل رموز النادي الأهلي في الصلاة، في ألعاب الصلاة، الألعاب الأخرى، بننقل لحضرتك كل ما يحدث من اجتماعات داخل النادي الأهلي من أجل المصلحة العامة للنادي الأهلي، ونحن دائما بعيدا عن المصالح الشخصية، ودائما شعارنا هنا في هذه القناة الأهلي فوق الجميع. هاخد حضراتكم لموضوع مهم جدا، وهو استعدادات النادي الأهلي. خش بقى مع حضراتكم في الحاجات المهمة اللي حضراتكم بتنتظروها، ازاي النادي الأهلي بيستعد لماتش النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. الكلام المهم بقى، الكلام اللي في البعض بينسى النادي الأهلي بيلعب في دوري أبطال أفريقيا، في بعض بينسى النادي الأهلي بيمثل مصر، ولكن في هذا التوقيت احنا بنذهب دائما مع النادي الأهلي في كل شيء. مران اليوم كان في منتهى القوة، النادي الأهلي أدى مرانه اليوم، وكان أدي التمرين أمام حضراتكم، وكان تمرين في منتهى القوة. كابتن حسام البدري بيبتدي يحط الملامح اللي هيلعب بيها فريق النجم الساحلي. شرحت لحضراتكم ما هي
النقاط القوية لفريق النجم الساحلي، وجود حمزة الأحمر في وسط الملعب، وجود الباك الشمال لفريق النجم الساحلي، أيضا الاعتماد على بنجورة في الأمام مع عمرو مرعي، دول أبرز ملامح وعناصر فريق النجم الساحلي. النجم الساحلي ليس فريق نهائي، النجم الساحلي مش فريق سهل المراس، في البعض روج هذه الأقاويل، ولكن أنا بقول لحضراتكم النجم فريق صلب، فريق هيبقى ند قوي للنادي الأهلي، خاصة الموضوع على أرض وسط جماهير. وعلى فكرة فوز النادي الأهلي على الترجي التونسي أنعش حماسة فريق النجم الساحلي، لأنه الآن أصبح الممثل الوحيد للكرة التونسية، والمفروض أنه هو يسأر من النادي الأهلي في هذا اللقاء. الكابتن حسام البدري عامل توليفة في كابنة لحسام عاشور ومهدد بالغياب، إن شاء الله هيكون في فحص طبي وارد رجوع مرة تانية حسام عاشور، ولكن الكابتن حسام البدري عنده البديل. البديل متوسل في عمرو السولية، متمثل في هشام محمد، دول من أبرز العناصر اللي ممكن يشيلوا خط وسط النادي الأهلي، بوجود وليد سليمان ووجود مؤمن زكريا على الأجناب، و جونيور أجايي كرأس حربة صريح، ومن خلفه عبد الله السعيد. في أوراق رابحة للنادي الأهلي كثيرة ممثلة في صالح جمعة، وادي لقطة وليد أزار ومحمد نجيب وبيلعبوا اللعبة بتاعت الإزازة، الإزازة يعملوها مين اللي هيقلبها تنزل وقف، وده بيوضح لك أن لعيبة النادي الأهلي في بعض من الأوقات بتطلع من الملل. وهنا أجيب لك بقى محمد النني وأليكسيس سانشيز وجنبه أيوبي ونجوم نادي الأرسنال الإنجليزي، ودخل معاهم اللاعب جيبس عشان نشوف مين اللي هيعملها. صراحة جيبس كل مرة يعملها بيجيبها، ولكن وليد أزار ومحمد نجيب ولا ده جابها ولا ده جابها، ودي حاجة من الحاجات اللي البعض بيكسر بيها الملل. وادي جيبس كل مرة يمكن هو تحس انه من هو صغير بيلعب بالأزايز في الشارع، ودي لقطه من اللقطات اللي لعيبه النادي الاهلي بتطلع من الملل. المعسكر لما بيطول بيبقى فيه حاله ملل، ولكن لما بيكون عندك هدف اسمى بيبقى الموضوع يتهون عليك، لان انت عندك الهدف الاسمى، عندك تارجت، عندك هدف كبير ان انت عايز توصل لنهائي كاس افريقيا، بس كمان عايز تكسب البطوله، مش بس عايز توصل للمربع الذهبي وتجتاز المربع الذهبي وتذهب الى الماتش النهائي، لا انت عايز تكسب البطوله. النادي الاهلي هذا هو قدره، 8 مرات بطل البطوله، الاكثر تتويجا بهذه البطوله، فالهدف الاسمى هو الحصول على هذه البطوله. الكابتن وليد مهدي مدير اداره المباريات بيرتب مع السيد سفيان الوردي المنسق العام لفريق النجم الساحلي اجراءات حضور الجمهور لمباراه النجم الساحلي، وهينسق معاه استخراج بطاقات للبعثه لحضور ماتش الاهلي لجمهور النادي الاهلي، ايضا وحضور جمهور النادي الاهلي بجواز السفر، واخر تمرين كان على ملعب الجامعه التونسيه حضراتكم شايفينه، وكان في تقسيمه قويه جدا ما بين اللعيبه. كابتن حسام البدري ايضا ركز في هذا المران على الضربات الثابته، اتكلمت مرارا وتكرارا وهفضل اقول لحضراتكم قوه الفرق التونسيه وشمال افريقيا في طريقه استخدام الضربات الثابته. الضربات الثابته من احد اهم واسهل الحلول للوصول للمرمى، تاخد ضربه ركنيه حتى وانت بتلعب مدافع والفرقه الثانيه ماسكه كوره عليك، من كورنر ممكن تجيب جون، وده شفناه كتير حصل معانا، حصل ضدنا يعني. من ضربه ثابته من فاول تغير نتيجه مباراه، وده برضو حصل معانا كتير. الكابتن حسام البدري بياخد هذه الاخطاء ويبتدي يشتغل معاها، كيفيه التدريب على استخدام الضربات الثابته من الناحيه الهجوميه انك تسجل منها اهداف، ومن الناحيه الدفاعيه ازاي تقدر تعالج الامور. وادي اللقطه الثانيه بتاعت وليد ازار ونجيب وهما بيتحدوا الملل، ولكن ما حدش عارف يعملها وينزل الازازه زي ما جيبس لاعب الارسنال عارف يعملها امام محمد النني اللي برضه ما شاركش في هذا الموضوع. ادي جيبس وهو بيعملها كل مره، يعني بصوا كل مره بيعملها بتنزل واقفه، كل مره حتى النني بيقول له يا عم انت بتعملها كده ازاي؟ يقعد يضحك، والامور كانت في منتهى السلاسه مع اللاعب جيبس. الفقره برضه كابتن حسام البدري قسم المدافعين لمجموعه والمهاجمين لمجموعه، وكمل معاهم التعليمات الفنيه والمحاضرات الفنيه ازاي نهاجم وازاي ندافع، طريقه لعب النجم هتبقى ازاي، وكل السيناريوهات
مع مدير فني بقيمه الكابتن حسام البدري بيحطها للعيبته عشان ما يتفاجئوش، وهو ده المدير الفني القوي، المدير الفني الكبير، ده اللي بيطلق عليه مانجر او مدير فني، انه يقدر يقرا سيناريو المباراه، بيرسم سيناريوهات المباراه وبيحفظها للعيبته بحيث ان اللعيب ما بيتفاجئش، بينزل بيبقى عارف كل حاجه، ماذا يحدث في حاله تقدمنا بهدف، ماذا يحدث في حاله ان احنا ركبنا المباراه، ماذا يحدث لو النادي الاهلي استقبلت شباكه بهدف. وده حصل الصراحه، ودي حاجه من الحاجات اللي لازم تحصل لكابتن حسام بدري، ازاي انا بقدر اعمل كومباك، ازاي بقدر ارجع مره ثانيه المباراه، ازاي بقدر على الرغم من استقبال شباكي حتى في مصر لاهداف ان انا ارجع مره ثانيه واستقبال شباكي هدفين بعد ما تقدمت بهدف عبد الله السعيد، ارجع ثاني للمباراه واسجل هدف واطلع متعادل، وحتى في تونس تقدم عليها الترجي التونسي ولكن سجلت هدف تعادل وسجلت ايضا هدف للفوز، ودي شيء بيحسب للجهاز الفني، ازاي قلب الامور، كل هذه الامور في دماغ الكابتن حسام البدري في كيفيه مواجهه الترجي التونسي. الكابتن حسام البدري هقول لحضراتكم عنده عمق في القائمه ويقدر يستخدم هشام محمد وعمرو السوليه في حاله غياب حسام عاشور. هكمل مع حضراتكم ان الكابتن سمير عدلي طلب مدرج لجمهور النادي الاهلي في ملعب سوسه. كابتن سمير عدلي طبعا مدير العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي وراجل بيشهد له خبرات وخبرات في اداره المنتخب المصري لكره القدم وايضا للنادي الاهلي، طلب من مسؤول النجم الساحلي توفير مدرج كامل لجمهور النادي الاهلي خلال مباراه الفريقين، واوضح ان هو ايضا عقد جلسه مع السيد سفيان الوردي المنسق العام لفريق الترجي عشان موضوع المدرج وكافة تأمين هذا المدرج لجمهور النادي الأهلي اللي دائما مهما كان عدده بيحدث الفارق، زي ما شفتوا حضراتكم روح الفلمة الحمراء شيء لا نفقده أبدا، الصورة والمنظر الجميل اللي شفناه في ملعب سوسة والمنظر اللي شفناه في ملعب التتش اللي غير مجريات الأمور، وادي أمام حضراتكم جمهور النادي الأهلي اللي كان ممتلئ في ملعب التتش، واسيب حضراتكم مع بعض هتافات جمهور النادي الأهلي، ننشط حضراتكم قبل ما اخش على الأخبار الثانية. نروح للدوري العام، الدوري العام المصري والنتائج اليوم، صراحة كان نادي الرجاء مطروح أقال كابتن خالد القماش وعين الكابتن عماد النحاس، وده أول ضحايا الدوري العام هذا الموسم، أقيمت ثلاث لقاءات في خلال اليوم، تفوق النادي المصري على فريق طلائع الجيش بأربع أهداف مقابل لا شيء، نتيجة كبيرة جدا، وهذه سكور أحرز بانسيه البوركيني اللي شبه افاتار هدفين، واسلام ابو سليمه واحمد جمعه، فريق المصري الصراحه تسيد هذا اللقاء بالكامل، ونتمنى التوفيق للكابتن احمد سامي في اللقاءات المقبله. وادي دجله وسموحه، وتفوق سموحه في هدف اسلام سري، ولقاء النصر والمقاولون العرب، وصراحة ذئاب الجبل تفوقوا وبيعودوا مرة تانية بعد ما تقدم فريق النصر بهدف مقابل لا شيء، عاد فريق المقاولين العرب عن طريق محمد فاروق وعن طريق أيضا اللاعب إسماعيل يونجو في مرماه، بعد ما كانت تمريرة سحرية أيضا من اللاعب محمد فاروق استطاع نادي المقاولين أنه يعود ويتسيد الموسم. صراحة نادي المقاولين في هذا الموسم بيقدم كرة جميلة، الصراحة نادي المقاولين في هذا الموسم له شكل مختلف عن المواسم السابقة. الموسم الماضي كابتن محمد عودة كان فيه بعض النتائج المهزوزة، ولكن يحسب لإدارة صراحة نادي المقاولين أن هم جددوا فيه الثقة، دخل معاه كابتن هيثم حسين في الجهاز الفني، بقت الجهاز كله من أبناء نادي المقاولين العرب، ابتدت النتائج تتحسن، اشتروا بعض اللعيبة اللي أحدثوا فارق منهم اللاعب إبراهيم صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أيضا عودة محمد فاروق لصفوف الفريق، كل هذه العناصر ووجود أحمد علي صراحة وتألقه كرأس حربة في هذا الموسم متألق بشكل كبير جدا، نادي المقاولين بيحقق نتائج قوية جدا وبيتربع على عرش الترتيب من أربع مباريات فاز ثلاث ماتشات وحقق 10 نقاط وتعادل تعادل واحد فقط امام نادي الاسماعيلي في الاسماعيليه على ارضه وسط جمهوره، ده شيء يحسب لنادي المقاولين العرب اللي الصراحه قدم اداء جيد جدا، وادي الهدف الثاني لمحمد فاروق عدى وعمل عرضيه اي حد هيقابلها جول صراحه سواء احمد علي او المدافع، ولكن المدافع اناب
عن احمد عن الفرود احمد علي عشان يجيب هدف الفوز لفريق المقاولين. ايضا وادي دجله وسموحه، تفوق سموحه على وادي دجله بهدف اسلام سري من كره عرضيه، صراحه الراجل تابعها بشكل مميز جدا، ويبدو ان وادي دجله مع ميدو ابتدى النتائج تتاخر بشكل كبير، من 4 ماتشات فاز فوز واحد وخسر 3 مرات. طيب احنا معنا على الهاتف المهندس محمد عادل المشرف العام على الكره في نادي المقاولين. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير يا كابتن، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ والف الف مبروك، فوز مهم جدا لنادي المقاولين العرب، ما شاء الله هذا الموسم يعني قماشه ثانيه وشكل حلو جدا. الله يبارك فيكم، شكرين جدا. يعني ان شاء الله يعني ربنا كرمنا الموسم ده وقدرنا نتعاقد مع صفقات من لاعبين مميزين، واضافه ان الكابتن عوده احتفظ بمجموعه من المميزين السنه اللي فاتت مع مجموعه من الناشئين هتظهر برضو على مراحل خلال المرحله القادمه، لان احنا ان شاء الله يعني في هدف حاطينه للفريق وللاعبين الوصول للمربع الذهبي ان شاء الله. بصراحة شيء يحسب فندم استمرار كابتن محمد عوضة، على الرغم ان في بعض في الموسم الماضي كان في بعض النتائج غير جيدة، ولكن حضرتك دعمته وبقائه في الفريق ابرز ثماره هذا الموسم، ونادي المقاولين ما شاء الله متصدر الدوري حتى الان. هو طبعا ما فيش شك ان الاستقرار مهم جدا، وان الرؤية اللي احنا كنا شايفينها في عوضة الحمد لله وثقتنا فيه كانت في مكانها، وادينا له الفرصه ان هو يقدر يحقق اللي هو يتطلع اليه كمدرب. فاهم حاجه انك تستقر على الشخص المناسب في المكان المناسب، والحمد لله يا ربنا كرمنا. الماتش الجاي عندكم في مين يا فندم؟ انبي ان شاء الله. انبي ماتش هيبقى قوي، ولكن برضه هتتطلعوا للعب على الفوز، خلاص النادي المقاولين اتعود على الفوز، 3 فوز ورا بعض، هل هيبقى فيه برضه صحوه في موضوع استمرار الفوز يا فندم؟ اكيد ان شاء الله باذن الله، زي ما انت تفضلت وذكرت كده ان حفاظ على الفوز وهدف، ويمكن هقول لك قد ايه روح اللعيبه كانت النهارده مدى اصرارها على انها تطلع يعني محقق الفوز. خلاص تقريبا يعني بنحاول نقلد النادي الاهلي ان دايما يبقى فيه ثقه في حاجه واحده بس، انك تقدر تفوز، تلعب على الفوز، تتشجع على الفوز، واللائحه محطوطه لك عشان الفوز. ده كلها عوامل بتشجع الفريق على هذا على دايما التارجت. فندم عايز اسال حضرتك في موضوع مهم جدا وايضا يحسب لاداره نادي المقاولين. محمد صلاح نادي المقاولين العرب بيحصل على جزء من فلوس انتقاله من نادي تشيلسي وايضا نادي روما لنادي ليفربول، ودي حاجه الصراحه تحسب لنادي المقاولين ان هو اولا ادى حاجه جميله جدا لمصر باعطاء الفرصه لمحمد صلاح للاعتراف، وحتى الان نادي المقاولين بيستفيد ماديا من انتقالات صلاح. والله الحقيقه انا بشكرك انك فتحت النقطه دي، لان النقطه دي تهم النادي الاهلي، وكنت اتمنى ان حد من مسؤولين النادي الاهلي، رغم ان انا صرحت كتير ان النادي الاهلي له جزء في انني بحق الرعايه، لكن الحقيقه ما حدش تواصل معايا في هذا الموضوع. والموضوع ده انا درسته كويس جدا واهتميت بيه اهتمام كامل، ولحد ما قدرت فعلا الحمد لله وصلت فعلا اول دفعه الانتقال محمد صلاح من تشيلسي لروما. لروما نعم. وصلت فعلا امبارح الفلوس دخلت خزينه بنك المقاولين العرب، حساب المقاولين العرب. كان قيمتها قد ايه يا فندم؟ محمد نعم. القيمه الماديه قد ايه؟ احنا عندنا في المرحله دي جانا 740 مليون 690 باسم نادي المقاولين العرب، كان في سنه اضاف مصنون المقاولين العرب جت ب 57 500 على حساب العثمانيون المقاولين العرب. لما جينا برضه ضربنا في موضوع النني، لما خدت الجواب من الاتحاد الكوره، فالنني طلع انه ليه 2 سنين قضاهم في النادي الاهلي، لان هو حق الرعايه دايما بيتاخد من اللاعب من 13 ل 23
للأندية اللي هو أدى فيها. نعم. كل المرحلة اليوم. فإحنا فعلا لما بعتنا النادي الأهلي هيبقى له في حق الرعاية في النادي وهيجي له على حسابه إن شاء الله. المهندس محمد علي المشرف على كرة القدم بنادي المقاولين، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. صراحة كلام مهم جدا، ونادي المقاولين بيقدم نموذج في انه محمد صلاح وانتقاله، الراجل دلوقتي مكسر الدنيا واحد اهم اعمدة المنتخب الوطني، اغلى لاعب في تاريخ الكرة الافريقية، بيلعب في واحد من اكبر الاندية مش بس في انجلترا ولكن في اوروبا كلها، نادي ليفربول، وحتى الان يستفيد ماديا من انتقالاته. نفس الشيء وارد ان يحصل مع النادي الاهلي في رمضان صبحي، واعتقد ان ملف محمد النني على المسؤولين في نادينا طبعا في النادي الاهلي انه يبحثوا وراءه، واكيد هيوصلوا لشيء، لان حق الرعايه من 13 حتى 23 سنه دي حاجه من الحاجات اللي مهمه اللي قالها المهندس محمد عادل، والصراحه يشكر على هذه الروح وانه حتى بيحاول يعاون في هذا الامر. اروح ليه مع حضراتكم لموضوع مهم جدا جدا ولا يحدث كثيرا، ولكن هذا بهذه المرة إلى ألمانيا، إلى بلد الاستقرار، خاصة في نادي بافاري، نادي بايرن ميونخ، أكبر الأندية الألمانية وأكثرها فوزا بالبطولات، سواء بطولة الدوري الألماني أو الأكثر تمثيلا في بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج، وإقالة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي. كارلو أنشيلوتي فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع إي سي ميلان ومرة مع ريال مدريد، فاز بالدوري الألماني مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي، فاز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، فاز بالدوري الإيطالي مع نادي إي سي ميلان، وأيضا فاز بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي. ورغم كل هذه الإنجازات، ولكن هذا الموسم على الرغم من وجود قائمة قوية في فريق بايرن ميونخ الألماني، ولكن يبدو أن هناك مشاكل فنية وإدارية. نادي بايرن ميونخ في جبهتين، احنا معانا تليفون، معانا الأستاذ معتز الحريري الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. احنا كنت بتكلم على خبر إقالة كارلو أنشيلوتي، شيء لا يحدث كثيرا في بايرن ميونخ. بايرن ميونخ نادي من الأندية اللي دائما مستقرة في قراراتها، ومدرب بقيمة كارلو أنشيلوتي انه يقال في بداية موسم، ده شيء لا يحدث كثيرا. ده حقيقي فعلا. احنا لو اتكلمنا عن اخر إقالة حصلت، هنرجع 5 سنين او 6 سنين ورا، لويس فان جال، وكان في اخر الدوري مش في الاول كده. دي تقريبا اسرع، يعني بالفعل اسرع إقالة لمدرب في بايرن ميونخ في التاريخ. اللي حصل ان في مشاكل كتير، يعني او 5 اسباب او 4 حصلت ان سببت في الإقالة دي. اولها ان انشيلوتي دخل في خلاف مع كبار اللاعبين، اولي هونيس رئيس النادي صرح بده بنفسه. نعم. التقارير اتكلمت عن مات هوميل، جيروم بوتينج، اري نوبن، ريبري، توماس مولر، دول 5 اعمده رئيسيه في الفريق. ولما المدرب بيخش مع الاعمده الرئيسيه من اللاعبين، بيبقى يعني القرار بالنسبه للاداره ان هو سهل يمشي مدرب بدل ما يمشي قوام الفريق نفسه. هو مش هيقدر يبيع اللعيبه كلها، لكن يقدر يمشي المدرب. وطبعا يا كابتن اللي يدعم ده النتائج، يعني انت النهارده لو انت مدرب بتحقق نتائج كويسه ممكن الاداره تدعمك، وده برضه حصل مع فانجاس في اول سنه ليه. دخل في خلاف مع لوكاتوني مشاه، دخل في خلاف مع لوسيو، دخل البرازيلي مشاه، دخل في خلاف مع ماريو ميروسلاف كلوز قعده احتياطي، وهكذا. بس كانت نتائجه في الاخر حقق دوري وكاس، وصل نهائي دوري ابطال اوروبا في اول موسم ليه. نعم. لكن ذبذب النتائج في الدوري وفي دوري ابطال اوروبا كان عامل رئيسي في اقاله انشيلوتي برضه بعد خلاف اللاعبين، وخاصه ان هو يعني الخساره امام باريس سان جيرمان كانت ابعد من مجرد مباراه كره قدم، هي بين طريقتين مختلفتين تماما في اداره سوق الانتقالات وسياسه الانديه. بايرن نادي ما بيعتمدش، ما بيجريش على سوق الميركاتو ويشتري نجوم كبار، هو نادي متزن بيعتمد على بعض الصفقات القويه مع تصعيد اللاعبين الناشئين. نعم. باريس سان جيرمان واخد الخط المعاكس تماما، ان هو بيشتري نجوم كبار وحقق اغلى صفقه في تاريخ اللاعبين باستخدام نيمار، وبالتالي كان الفوز او عدم الانهيار اللي ظهر عليه بايرن ميونخ كان مهم امبارح، لكن للاسف انشيلوتي فشل ذريع باستخدامه الاسلوب المدورر الغريب اللي هو يعني نحى نجوم الفريق كلهم عن اهم مبارياته لحد الان في الموسم. حتى قبل اللقاء اتعادل مع فولفسبورغ في الدوري الالماني، ونتائجه هذا الموسم غير مجديه. ولكن برضه هاخدك لسؤال مهم جدا. بيبي جوارديولا
الراجل الاسباني ذهب الى بايرن ميونخ، غير شكل الكره تماما، فاز بالدوري الالماني، فاز بالكاس، وفاز على بكاس السوبر، وصل مرتين الى سيمي فاينال دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات وثلاث مرات، ولما بيهزم كان بيهزم من الفريق اللي بياخد البطوله وقالوا عليه فاشل. هل ده نفس السيناريو اللي واجه كارلو انشيلوتي ولا الامور مختلفه؟ لا لا تمام، الامور مختلفه تماما. جوارديولا لما جه استلم الفريق او جه يدرب الفريق كان الفريق محقق ثلاثيه واقوى فريق في اوروبا. بيب جوارديولا لم بيملك فكر مختلف تماما، وهو مدرب عنيد. يعني المفروض ان اي مدرب بيجي على فريق ناجح بيعمل مباكله لا تغير يعني شيء او فريق ينجح، يعني ما ينفعش ان انت تغير فريق ناجح بالفعل بيحقق بطولات. لكن جوارديولا مصر بيصر اصرار غريب على تطبيق سياسته مهما كانت القماشه اللي معاه او اللاعبين اللي معاه. بيب جوارديولا واجه انتقادات فعلا، لانه حقق بطولات، حضرتك قلت حقق ثلاثة دوري وحقق اثنين كاس وصعد لنصف نهائي تشامبيونز ليج. ولكن انا عايز اقول لحضرتك ان مثلا في مدرب فليكس ماجات حقق الثنائيه المحليه يعني دوري وكاس سنتين ورا بعض، وكان معاه لعيبه اقل بكثير اللي كان مع اللي كانت مع جوارديولا. فالنجاح المحلي في باير او في المانيا مش معيار لنجاح المدرب. انا مش هنقدر نقول ان بيب جوارديولا فشل مع باير، بيب جوارديولا نجح مع الباير ولكن ما حققش النجاح المتوقع منه. انت كنت جايب افضل فريق، افضل مدرب في العالم وقتها، لافضل فريق في العالم وقتها، كان المتوقع ان باير يسيطر على الساحه الاوروبيه ويحقق دوري ابطال اوروبا على الاقل مره او اثنين خلال فتره جوارديولا. ولكن برضه هرجع لحضرتك اقول لك ان الاداره بتتحمل جزء ده، لان ان يوب هينكس كان طريقه لعبه هي اللعب المباشر، هو يعني ياخد الكره يروح للمرمى على طول، هو بيلعب دايركت فوت بالفعل. بس كان ياب هينكس حتى يعني قبل مجيء جوارديولا كان اعلن ان ده اخر موسم له ان هو يعتزل التدريب، يعني هو كان بالنسبه له خلاص، حتى كان واخد القرار من قبل استخدام جوارديولا. هو جوارديولا لما تم، هو فعلا اعتزل نهايه الموسم، بس هو بيب جوارديولا تم استخدامه وتم الاعلان عن التعاقد معاه في يناير 2013 او في منتصف، نعم نعم نعم، في منتصف كان لسه هينكس، لا كان لسه هينكس قراره ما اتحسمش، لكن قرار هينكس اتحسم فعلا بعد ما تم تعيين جوارديولا. خلاص امر واقع ان جوارديولا جاي هيمسك الموسم اللي بعده. فانا عايز اقول لحضرتك ان اختلاف سياسه المدرب، كارلو انشيلوتي جوارديولا كان الفريق افضل مع جوارديولا، دي حقيقه. كان الفريق له شخصيه في ظل الاصابات الكتير، في ظل ان كانت تحفظ في التعاقدات. بيب جوارديولا نفسه طلب خمس لعيبه مثلا بالاسم او اربعه بالاسم، باير ما عرفش يجيب منهم لعيب، يعني زي نيمار، دي سيلفا، نعم. طلبوا جابوا جروت زي مكانه، نعم. طلب تعاقد مع زي لعيبه زي لوري ثاني، كيفن دي بروين، جاندوجان، اداره، نعم. الباير وقفت لارتفاع الاسعار او لمخالفه، او ان الاداره مش شايفه ان هي دي اللعيبه اللي تيجي، نعم. في المقابل ده اثر بكتير على مشوار جوارديولا. وبرده مع العلم ان جوارديولا هو المدرب الوحيد الباير في اخر كذا سنه ان هو قال انا ماشي، يعني الاداره عايزه تجدد له، وهو قال لا انا اكتفيت بالتجربه، لانه وجد ان مش هيقدر يقدم افضل من اللي هو قدمه. طيب انا عايز اسالك سريعا، مين ابرز المدربين اللي ممكن يخلفوا كارلو انشيلوتي؟ البعض يتحدث عن توشل المدير الفني لبروسيا دورتموند، البعض يتحدث عن نيجلسمان المدير الفني لنادي لايبسك، في بعض الاراء ايضا وفي بعض الاخبار بتشير الى يورجن كلوب، وكلهم المان. هل تعود اداره بايرن ميونخ الى الصيغه الالمانيه بعدما جربت الاسبانيه وجربت الايطاليه؟ لا مؤكد يا كابتن ان باير المدرب المدير الفني الجديد اللي هو هيبقى بشكل دائم هيبقى مدرب الماني. اولي هونيس قال كده في اكتر من مره ان هم عايزين مدرب الماني يقود الدفه بعد التجربتين اللي حضرتك ذكرتهم. المدربين فعلا المرشحين هو توماس توخيل مدرب السابق لدورتموند، هو الاقرب لعده اسباب، ان هو بينول رضا كارل هانز رومجني رئيس تنفيذي النادي باير، مدرب بالعقد مش هيسبب اي مشكله في ان باير يتعاقد معاه او يخش في خلاف مع اي نادي. مدرب يعني احنا زي ما قلنا حقق نجاحات او ليه خبره كويسه في الدوري الالماني، وحقق نجاحات مع دورتموند قبل كده. في مرشحين تانيين زي ما حضرتك قلت يورجن كلوب، بس يورجن كلوب من الصعب جدا ان هو يترك ليفربول. يورجن كلوب لازم نشير ان هو من المدربين اصحاب اللي هي المشاريع الطويله، يعني هو انا عايز اقول لحضرتك مسيرته بدات في 2001 كمدرب، قعد سبع سنين مع ماين، خلص 2008 راح دورتموند سبع سنين، مشي في 2015، خد وقت راحه وبعد كده رجع للتدريب تاني لليفربول في شهر 10، قاعد معاهم لحد دلوقتي وعقده مستمر 2022. من الصعب او من التحالف يعني ممكن اقول من المستحيل، ومش بعد ما مسك مش بعد ما مسك في كوتينيو وعاند الجميع هيمشي هو بالظبط. هو يعني من المدربين اصحاب المشاريع الطويله، يعني صعب يسيب لك فريق في نص الموسم ويمشي، ما بيعمل ما عملهاش في مسيرته قبل كده. يوركن كلوب هيفضل مرشح دايما ان هو يدرب باير لانه من افضل المدربين الالمان.
لكن اعتقد انه صعب في المره دي يعني. طيب معتز، عايز اخدك بقى من البايرن ميونخ والدوري الالماني، عايز اخدك لليوروبا ليج. النهارده محمد النني بيشارك في فوز الارسنال باربع اهداف مقابل هدفين امام باتي بورتسوف البيلاروسي. صراحه محمد النني لما بقى يلعب الارسنال ابتدى يكسب. يعني محمد النني قدم ماتش كويس جدا، يعني نسبه تمريراته كانت كويسه، لعب بشكل يعني الشق الدفاع كان كويس جدا، ما كانش ليه تكليفات انه يطلع قدام، ودي احسن حاجه ان محمد النني يلعب خط وسط مدافع رقم 6 اللي هو يقدر اللي هو الحته اللي بيجيب فيها. نعم. يقدر يكسر هجمات، يقدر يبدا من ورا، لكن ما يطلعش يساند الهجوم لانه مش مميز في الحته دي. نعم. خلينا نعترف ان محمد النني قدم دوره كويس جدا النهارده، لعب مباراه فوق الجيده، والفريق كله كان يعني قدم كوره بشكل جيد، واتمنى ان هو يستمر ويلعب يعني ماتشات في البريمير ليج احسن ويحقق نتائج افضل ويعود علينا طبعا ده بالمنتخب يعني. بالتاكيد. طب عايز برضو اخدك للاعب احمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا، كسب ضيفه التركي باشا كاشير بنتيجه 2-1 واحرز هدف، ودي اعتقد من الحاجات ان كوكا برضو المباراه السابقه في الدوري البرتغالي احرز هدف، واحنا بنحتاج هداف في منتخب مصر. لا بالظبط، انا هدف النهارده مهم جدا جدا لكوكا، لان فعلا مصر بتعاني من غياب مركز رقم 9. يعني فعلا مصر منتخب مصر في امس الحاجه ان كوكا يلعب الماتش ده في تصفيات امام الكونغو. سجل النهارده هدف مميز للغايه، يعني استلام رائع من داخل المنطقه وتسديد بالقدم اليسرى، كان هدف منتهى الجمال. يا ريت نشوف ده او ياخد الفرصه مع منتخب كوبر، يا ريت. اتمنى قدم ماتش حلو، وكان فعلا فريق كسب 2-1 وساهم هو بشكل كبير في الكوره. يعني استاذ معتز الحديدي الناقد الرياضي بموقع كوره، بنشكرك شكرا جزيلا، مداخله كانت مهمه، استعرضنا فيها ابرز ما جاء في الكره العالميه وملف كارلو انشيلوتي واقالته من بايرن ميونخ الالماني. ده كان اخر خبر معانا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.